السلام عليكم. اليوم نتكلم على يعني توزيع الثروة في الدول العربية، و يعني نسبة نمو تاع هذه الثروة في سنة 2022. وهذا التقرير جاء مصدره من بنك كريدي سويس ويو بي اس، هذا بنك سويسري أوروبي معروف عالمي، وكذلك مصدر آخر وهو مصدر بلومبرج، هذه وكالة أمريكية متخصصة في تقارير واستخبارات حول البنوك والأموال وثروات الدول في العالم. إذا يعني نتطرق إلى التقرير عن ثروات الدول العربية، وكذلك سوف نقوم بمقارنة بين الجزائر والمغرب الأقصى من ناحية يعني الكمية تاع الثروة يعني، وكذلك من حيث نسبة النمو تاعها. نلاحظ أنه الجزائر حسب يعني العنوان تاع التقرير هذا يقول لك ثروة المصريين الأكثر تراجعا، والجزائر ثروة الجزائريين الأكثر ارتفاعا بين العرب في 2022. إذا نلاحظ أنه الجزائر ثروة تاع الجزائريين يعني فيه نمو تاع حوالي 29%، تقريبا يعني 30% نتاع النمو نتاع النسبة نتاع الثروات في الجزائر مقارنة بدول أخرى. وفي زوج دول اللي نسبة يعني الثروة نتاعها يعني عاد يعني تراجعت، وهنا نلاحظ أنه في مملكة برغواطة الشريفة فيه تراجع للثروة، وكذلك بالنسبة لمصر. والملفت للانتباه كذلك أن هذه الزوج دول اللي عندها تراجع في الثروة في سنة 2022 هي في زوج دول مطبعة، إذن واحدة مطبعة على حدودنا تهمنا لأنها على حدودنا، أما الدولة المطبعة الأخرى فهذا يهمها، ليست لدينا حدود معها، عندنا 6000 كيلومتر بعيد علينا، يدبروا راسهم. احنا يهمنا هذا المملكة المطبعة هذه التي يعني يظهر وكأنه هذا التراجع في الثروة هو ناتج لسياسة التطبيع هذه، هذه ناتجة من نتائج التطبيع هذا يعني. وكذلك الملاحظ هو أمر مهم، هو الملاحظ هو أن ثروة المغرب الأقصى هي أكثر من ثروة الجزائر. هنا نشوف 3.9 مليار يعني بالمليار دولار مقابل 12.5 بالنسبة للجزائر، وهذا يعني أن يعني حسب التقرير هذا ثروة الشعب المغربي هي أكبر من ثروة الشعب الجزائري، رغم ما يعني يروج لدى الأبواق المغربية أنه الشعب الجزائري احنا شعب غني وعندنا البترول والغاز وكذا وكذا وكذا، لكن في الواقع يظهر أنه الجزائر هي أغنى من المغرب الأقصى. وعلاش؟ لأنه كاين عامل مهم جدا ولا يظهر في هذا التقرير، هو عامل توزيع نتاع الثروة على الطبقات الشعبية. والتوزيع تاع الثروة هو ناتج للسياسات المنتهجة للدول، وهنا تكمن الفرق بين الجزائر كجمهورية اجتماعية وديمقراطية ودولة المغرب الأقصى اللي هي مملكة إقطاعية برجوازية، حيث أن الثروة رغم أن المجمل تاع الثروة هو أكبر من الجزائر، لكن هو الثروة هذه يا إما مهربة إلى الخارج يا إما منحصرة في فئة قليلة معينة غير وطنية، فئات نتاع لوبيات هي اللي تكنز الثروة وتمنع من استثمارها في البنى التحتية وفي ميادين الفلاحة وفي تطوير الريف وتطوير الهياكل القاعدية والبنى التحتية في الأرياف يعني في لدى الأوساط الشعبية، ولكي تطور ما يسمى بالطبقة المتوسطة. احنا في الجزائر الثروة
مستثمرة لتطوير البنى التحتية في المدن والقرى. احنا عندنا قرية اللي فيها 10 ديار يوصلوا لهم الغاز والتليسيتي والطريق. هذا الأمر غير موجود في هذه الدولة اللائمة هذه. هذا الأمر غير موجود. إذا الثروة رغم قلتها في الجزائر مقارنة بدول أخرى، فهي التوزيع نتاعها هو يعني أكثر، في أكثر عدالة في التوزيع تاع الثروة في الجزائر. هذا هو التفسير علاه علاش الثروة في المغرب هي أكبر من الثروة في الجزائر، لأن التوزيع في الجزائر هو أفضل. وإحنا كما نقولوا هذه يعني حقيقة، هو أن الفقير في الجزائر أقل فقرا من الفقير في مملكة 12 قرن، ولكن الغني في مملكة 12 قرن أكثر غناء من الغني في الجزائر. هذا هو يعني الواقع المعاش في كلا المجتمعين، يعني مجتمع إقطاعي ومجتمع يعني اجتماعي. فيه احنا دولة اجتماعية، وهذه من مبادئ أول نوفمبر، ومن مبادئ مؤتمر الصومام، أن تكون الجزائر دولة ديمقراطية اجتماعية وشعبية. إذن هذا هو واقع الثروات في الدول العربية، وكذلك نسبة النمو نتاع هذه الثروات في أثناء سنة 2022، بدون ما نتكلم على الثروات تاع الدول يعني تاع الخليج، اللي هذيك معروف أنها تفوق بكثير الثروات الموجودة في شمال إفريقيا. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.